بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيكم بالفيديو اللي راح نشرح لكم فيه شوي عن مفهوم الـ QR كود اللي زي ما انتم شايفينه امامكم. طيب الـ QR كود يمكن في كثير ناس بيعرفوه، وللاسف في كثير ناس ما بيعرفوه، ما بيعرف شو استعماله او كيف نقدر نستفيد منه. في ناس بتعرف انه اوكي هذا زي كود، زي اشي بنستعمله عشان نحفظ فيه داتا وبعدين نقرأ هاي الداتا، ولكن في طرق ذكية لاستعماله، في طرق مبتكرة لاستعمال هاي التكنولوجيا الجديدة أو استغلالها بطريقة مفيدة، يعني غير إنه نقرأ داتا عادية أو غير إنه نحفظ فيها لينكات وما إلى ذلك. أول إشي خلينا نحكي للناس اللي ما بيعرفوا الـ QR كود، شو الـ QR كود؟ كيف بلش؟ وين أكثر إشي منتشر؟ هاي الأمور. الـ QR كود هو عبارة عن، أول إشي الاسم تبعه QR اللي هو Quick Response Code، تمام؟ اللي هو بكل بساطة فكرته نوع من ال زي شيفرة، أوكي؟ شيفرة اللي هو ثنائي الأبعاد، مش زي الباركود اللي بنعرفه اللي هو بيجي طولي، هذا طولي وعرضي كمان. الفكرة منه إنه بيحفظ الداتا حسب مكان الدوتس هاي اللي زي ما أنتم شايفينها أمامكم، اللي هي بيحفظ الداتا حسب موقع هاي النقاط كلياتها، وبعدين بيقرأها حسب خوارزمية هي معروفة اللي هي خوارزمية الـ QR نفسه. طيب هلا الـ QR كود منتشر اكثر اشي، اكثر اشي يمكن الناس شافته ببلاد زي البلاد الاسيوية، اكثر اشي عم نحكي عن اليابان، عم نحكي عن الصين، البلاد هاي اكثر اشي مستعملة الـ QR كود. طيب شو استعمالاته اكثر اشي، يعني وين ممكن نستفيد منه؟ انا اكثر اشي لاحظتهم بيستعملوه دعايات وبالماركتينج وبالامور هاي كلياتها. يعني مثلا باليابان يمكن في فيديو اذا بتعملوا سيرش على اليوتيوب بتلاقوه، اللي هو انه الناس صارت تشتري عن طريق الـ QR كود، يعني الدعاية نفسها اللي موجودة بالشارع بكون عليها QR كود تحت كل سلعة. بكل بساطة المستخدم بيجي باستخدام جهازه بيقطع الجهاز قدام الـ QR كود هذا، وشو بيعمل؟ مباشر بيبعت امر شراء باسم صاحب الجهاز، تمام؟ فهيك بكل بساطة بشتري هاي السلعة. فهذا من أذكى الاستخدامات اللي شفتها للـ QR كود. استخدامات تانية، بكل بساطة بحفظ معلوماتي الشخصية، وبكل مكان بروح عليه بظهرها بدل ما أرجع أحكيها كمان مرة. يعني أنا هاي كثير شغلات شفتها كثير مفيدة لطلاب جامعات مثلا، يعني طالب الجامعة كل ما يروح على كلية أو كل ما يروح على امتحان أو إلى آخره، بيضطر يبين بياناته كاملة ويعطيها كاملة، ورقمه الجامعي واسمه وبأي تخصص إلى آخره. هذا الحكي كلياته مضي على الوقت. بكل بساطة كل طالب لازم يكون على البطاقة الجامعية تبعته يكون في عنده كيو آر كود خاص فيه. فبكل بساطة وين ما كان بروحه بضرب هذا الكيو آر كود، فبكل بساطة كل معلوماته بصير وين؟ عند الشخص اللي بده المعلومات هاي، أو الجهة، أو ما بعرف المستقبل اللي بده هاي المعلومات، بدل ما يحكيها هو الطالب لحاله ويضيع وقته ويضيع وقت يعني بيطول البروسيس كاملة. بكل بساطة استعمل هذا الكيو آر كود عشان يعطيه معلوماته كاملة، زي ما راح نشوف هلا للناس اللي ما بتعرف كيو آر كود. طيب هلا هل راح يكون هذا الفيديو فقط حكي عن الكيو ار كود؟ اكيد لا، لانه الكيو ار كود شيء جدا بسيط، فكرته جدا بسيطه، ولكن الذكاء بطريقه استخدامه كيف راح نستخدمه. طيب خلينا نورجيكم بس استخدام للكيو ار كود. زي ما انتم شايفين هنا الدعايات حكيت لكم عنها بالشوارع، كل بساطه دعايه كامله هنا مثلا، دعايه كامله فقط كيو ار كود، مش محطوط فيها ولا شيء ولا كلمه ولا شيء. كل بساطه الناس شو بتسوي؟ بترفع تليفونها وبتصور هذا الكيو ار، مش بتصوره حتى، بتمسحه، بيعملوا لها سكان لهذا الكيو ار كود، بياخذوا المعلومات اللي بدهم اياها وبكملوا بطريقهم. يعني من اذكى الطرق اللي لقيتها للاعلانات. طيب انا المثال اللي راح ارجيكم اياه هالمره، طبعا بتقدروا تستخدموه عندكم، مثلا حدا عنده سوبر ماركت، حدا عنده مثلا مستودع، مخزن، البضاعه اللي عنده بده يحفظها عن طريق كيو ار كودز، حدا عنده مثلا كتب بده يرتبهم عن طريق الكيو ار كودز. طب انا كيف بدي احفظ الاسماء؟ كيف بدي احفظ الداتا تبعتي؟ هل بدي احفظها هيك بس جمله؟ لا، اكيد بدي احفظها بطريقه مرتبه. فافضل طريقه عشان احفظ الامور هاي بطريقه مرتبه اللي هو انه نستخدم الاكسل شيتس او السبريد شيتس او هاي الامور. فاحنا راح نستخدم اليوم سبريد شيت واورجيكم كيف نستخدم الكيو ار كود داخلها. طيب احنا عندنا هلا مشروع، خليني احكي لكم عنه شوي. مثلا هون استخدمت الكيو ار كود بمشروع تعليم ذكي.
هذا المشروع بكل بساطة بكون في عنا أشخاص بنحتاج معلوماتهم. فالطريقة التقليدية إنه الشخص يجيني بيعطيني معلوماته ويحكي لي إياها، يعني هذا كان ياخذ وقت، وكان أصلا الداتا تجيني كثير مرات أخطاء إملائية، أخطاء بالداتا، كل هاي الأمور كانت تضيع وقت وتضيع جهد، كل هاي يعني كانت متعبة بصراحة. فهلا الفكرة صارت انه الداتا بتدخل مرة واحدة او اوريدي هي موجودة عندي، بس بعمل تشيك عليها وبعطي المستخدم، طبعا هاي شركتنا تيكزون، وبعطي المستخدم هذا الكرت، اوكي، وهذا الكرت عليه الكيو ار كود هذا اللي شايفينه. بكل بساطة المستخدم محفوظ كل معلوماته اللي انا بحتاجها بهذا الكيو ار كود. فالمستخدم بدل ما كل مرة يجي ويوقع ويكتب الداتا تبعته ويحكي لي اياها، واضيع وقت الموظف تبعي، واضيع وقت المتدرب، او اضيع وقت الزبون اللي عندي، بكل بساطة بظهر لي هاي البطاقة بضربها عندي على اي اشي. هذا الحلو بالكيو ار كود، ما بده جهاز خاص زي الباركود انه يقرأه، بكل بساطة بضربه على اي سكانر ممكن يقرأ لي اياه، كاميرا الجهاز، الكمبيوتر، كاميرا الموبايل، اي سكانر بيقدر يقرأ الكيو ار كود. فبكل بساطة بيعطيني هذه، بتظهر كل معلوماته عندي زي ما هلا. كيف يعني هلا راح اوريكم كيف بتتم هاي الطريقة. اوكي، خلينا ننتقل لشغلة ثانية راح نستعملها اللي هي جوجل سبريد شيتس. طيب ليش راح نستعمل جوجل سبريد شيتس؟ هلا راح تشوفوا، وهلا راح نعرف شو فوائد استعمال جوجل سبريد شيتس. اول شيء كيف بنفوت على جوجل سبريد شيت؟ بكل بساطة بنروح على docs.google.com بعدين سلاش سبريد شيت ونبلش شغل. هذه هي اتس ذات ايزي، يعني بهالسهوله نستعمل السبريد شيت ونبلش فيها. اوكي، خلينا نسمي السبريد شيت تبعتنا على السريع، نسميها مثلا كيو ار تيستر. اوكي، بكتب عربي كيو ار تيستر. اوكي، طيب هلا نبلش نعبي داتا على السريع، دامي داتا. خلينا نسميها مثلا نحكي الرقم الوطني، اوكي، الاسم، نحكي مثلا المنطقة، اوكي، رقم الهاتف، خلينا نعطي سيناريو جامعة، شو رأيكم؟ سيناريو جامعة، نحكي سيناريو جامعة السريع اللي هو مثلا رقم التخصص، بعدين هون الرقم الجامعي، بما انه رقم الجامعي تخصص، اوكي، اتوقع هالشغلات بتكفي. طيب نعمل بصورة مميزة شوي هذا، اوكي. طيب هلا نعبي شوي الدامي داتا، الاسم، وخلينا شوي داتا عشان ثاني الى اخره، داتا وهمية، تمام. طيب انا هلا حطيت الداتا، اوكي، بدي احط هلا ايش؟ التخصص مثلا، حطيت اوكي، هلا خلصت الداتا كاملة. طب انا هلا هاي الداتا كيف بدي احفظها بكيو ار كود؟ هلا في ناس ممكن يحكوا لي بروح على خدمة كيو ار اللي هي منتشرة بالنت، اذا بنحط كيو ار هنا اي مكان، هذا سكان مي، هذا من اشهر المواقع، سكان دوت مي. بكل بساطة هذا الموقع ممكن يعملكم كيو ار كودز، تمام، وبكل الاشكال اللي بتتخيلوها زي ما انتم شايفين، صفحات، ممكن تسووا ايميلكم كيو ار كود، الويب سايت تبعكم كيو ار كود، داتا عادية تكتبوها كيو ار كود، كل هاي الامور تقدر تسووها عن طريق هذا الموقع او اي موقع ثاني. اوكي، طيب انا ما راح اسوي هذا الحكي، ليش؟ لانه مش منطقي كل ما بدي ادخل داتا بدي اروح اعملها كوبي بيست وارجع هنا، مش منطقي هذا الكلام. هلا الاشي اللي ممكن نسويه انه نستخدم كود موجود جوا جوجل، خلينا نسمي هذا كيو ار كود. اوكي، كود موجود جوا جوجل بيعمل جنريت لكيو ار كودز. فبنيجي على الفانكشن هنا، نكتب الفانكشن تبعها، الفانكشن تبعها اللي هو ايمج، لانه احنا ايش بدنا نطلع فعليا؟ شو بدنا نطلع؟ صورة، صح؟ فبنطلع نحكي له ايمج، بدي ايمج، تمام. طيب شو الايمج اللي بدك تطلعها؟ منين بدك تجيبها؟ انا بدي اجيبها اكيد من موقع، اوكي. فالموقع اللي بدي اجيبه هو بكل بساطة عبارة عن التشارتس تبعت جوجل. جوجل عندهم خدمة تشارتس، من هناك بنقدر نعمل الكيو ار كود. فخلينا نورجيكم الرابط اللي راح نحطه، HTTP. اول شيء بنحط ال HTTP، اوكي، بعدين بنحط دبل سلاشز، بعدين تشارت دوت، او تشارتس، هي تشارتس دوت جوجل. جوجل بده يكون عندنا
دو جوجل اي بي ايز، اوكي، بعدين بنحط اللي هي دوت كوم، بعدين سلاش تشارتس، اوكي. هلا هيك حطينا الموقع اللي بده يعطينا الخدمة، تمام، خدمة التشارت. طيب هلا شو بدك تجيب من هذا الموقع؟ يعني هلا انا اعطيتك خدمة الكيو ار، صح؟ طب شو بدك تجيب؟ فلما بدي ابعت له الداتا اللي بدي اجيبها شو لازم اعطيه؟ اي حدا بمجال الكمبيوتر بيعرف هذا الكلام، لازم اعطيه علامة الاستفهام، تمام، علامة السؤال، عشان احكي له هلا بدي ابلش ابعت لك داتا. اوكي، شو الداتا اللي بدي ابعت له اياها؟ بدي احكي له انه انا بدي الداتا اللي هون وهون 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 وهون، هاي الداتا كلياتها هي اللي بدي اياها بالكيو ار. فشو ممكن نحكي له؟ شوف شو بنحكي له. بنقول له اول شيء الحجم مش كثير مهم مبدئيا، بدي اقول له سي اتش تي اللي هو الكاركتر اللي بدي اياها يساوي نوعها كيو ار، اوكي، كيو ار، تمام. اند هلا بدي اقول له الداتا اللي بدي ابعث لك اياها شو هي، يعني الكاركترز اللي ابعث لك اياها شو هي، اند سي اتش ال، تمام. شو بدنا نحكي له سي اتش ال تبعتك؟ نبلش اند، خلينا نحكي له سي اتش ال، سي اتش ال اللي بدي ابعث لك اياها هي عبارة عن، هي عبارة عن ايش؟ هذه السيل زائد هذه السيل زائد هذه السيل زائد هذه السيل زائد هذه السيل. ففي فانكشن سهل جدا اللي هو كونكاتينيشن نسميه، بنكتب هيك كونكاتينيت، ايوه هيو كونكاتينيت. شو بدي اعمل كونكاتينيت لايش وايش؟ بكل بساطة باجي بقول له بدي اعمل كونكاتينيت لهذا زائد هذا، خلينا نظبطهم كلهم زي هيك من الى، تمام. اعمل لي كونكاتينيت لهدول. شو يعني كونكاتينيت؟ يعني ربط، ربط لي كل هدول، تمام، وبعت لي اياهم للكيو ار، يعني يصيروا كيو ار. ولكن عشان يبينوا، يعني انتم ملاحظين هون هدول راح يلزقوا ببعض، فما راح يبين كل خانه شو هي، خاصه لما بدي للمرحله القادمه ادخل هذا الكلام على داتا بيس، الكيو ار يقرا ويدخل على داتا بيس، لازم افصل بينهم فواصل، صح؟ فاللي بدي اسويه هون انه لا، بدي اعدل الكود هذا، احكي له حط لي هون فاصله، بعدين اربط لي اياه مع فاصلة. شايفين الفاصلة حطيتها بايش؟ كوتيشنز، عشان يعتبرها كنص. فهيك الكيو ار كود تبعي راح يطلع ايش؟ الرقم الجامعي فاصلة، الاسم فاصلة، المنطقة فاصلة، زي هيك، تمام؟ فانا شو بحكي له؟ جيب لي هذا الكلام، حط لي عليه، سوري، طلعنا، تمام. بدي احكي له حط لي عليه البي 2 كمان. بي 2، بعدين بدي كمان السي 2، بعدين بدي الدي 2 والاي 2، دي 2 اي 2، اوكي. طيب فهيك طلع معنا ايش؟ الكود الكيو ار اللي تبعنا. طب هذا الكود الكيو ار شو بفيدنا؟ بكل بساطه الكود هذا بس اطبعه بصير اجيب الداتا هاي كلها اللي صار جنبه. طيب هلا لو اجيت مثلا غيرت الداتا، بكل بساطه واحد الداتا تبعته داخل غلط، اجي اغيرها، هل بتغير الكيو ار كود؟ بقول لك اه راح يتغير، اذا بتلاحظ هلا بس حط انتر كيو ار كود تغير، صار كود جديد، اوكي. طيب خلينا نيجي هون نرجع مثلا، بدي اضيف الكيو ار كود هذا على الكل، ما بدي اخليه بس هون. فبكل بساطه شو بعمل؟ بسحب سحبه الكوبي هاي من الزاويه على كل الخلايا اللي هون. فاذا بتلاحظوا عمل لي جنريت لكيو ار كود صغار، بدي اطبعهم، لازم يكون حجمهم شوي منطقي، اكبرهم زي هيك عشان اقدر اقراهم بالسكانر. طيب فزي ما انتم لاحظتوا استخدمنا كود صغير من جوجل، تمام، عشان نوصل للكيو ار كود. طيب هلا خلصنا هذا الحكي وعملنا هذا الكلام وطبعنا هاي الداتا، شو راح نسوي الخطوه الثانيه؟ بكل بساطه الخطوه اللي بعدها انه بقدر اعطي اكسس لاي حدا معه هذا الكيو ار كود على الاشي اللي بدي اياه، او بقدر انا اتعرف عليه عن طريق هذا الكيو ار كود واسمح له انه اسمح مثلا للقائمه الفلانيه اللي معها الكيو ار كودز الفلانيه انه ياكسسوا اي موقع او ياكسسوا اي لينك انا معطيهم اياه. الامور هي يعني مثلا بدي اعمل ايفالويشن للطلاب هدول، الطلاب اللي ما حضروا كل الايام، تمام، بقدر اعمل فلترنج للحضور مثلا، واللي ما حضروا كل الايام
بشيل الكيو ار كودز تبعونهم، فبصفي عندي بس الكيو ار كودز للناس اللي حضروا كل الايام، اللي هم مخولين يعملوا مثلا الايفالويشن او يقدموا الامتحان او ياخذوا الواجب يحلوه. يعني هاي كثير مفيدة بالجامعات. للان بعرف كثير مدرسين بيستخدموا الحضور الغياب الطبيعي، انه بيكتبوا كتابة وبصير ينادوا على الطلاب. يعني هذا حل جدا يعني بطيء وجدا قديم. بكل بساطة كل طالب بتعطيه كيو ار كود، وبرجع بحكي لازم الرقم، لازم الكرت الجامعة يكون عليه كيو ار كود عشان يريح الكل. فهلا لما يكون معك كيو ار كود بكل بساطة وهو داخل، انت كمدرس، راح اورجيكم هلا كمان شوي كيف نستخدم الموبايل او نستخدم اي جهاز او اي كاميرا عشان نقرا الكيو ار كود. انت كمدرس بصير تقرا الكيو ار كود كل شوي، وكل ما تقرا بصير بتقدر تدخله على الاكسل شيت او على سبريد شيت تبعت جوجل او على فورمز تبعت جوجل. كل هذا حلول ممكن انت تسويها.